نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد بعض العادات أن بعض الناس يصافح النساء التي لست محارم له، وتأتي المرأة وتحط جلبابها أو بخنقها وتصافح الرجل. عندما ينكرون على بعض الناس يقول أنا ما صافحتها، هي حطت ثوبها أو جلبابها ولا مسيت المرأة، ما صافحتها. ما الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح من ليست محرما له، لا مباشرة ولا من وراء حائل، لأن المصافح من وراء الحائل يقبض الإنسان على اليد ويجسها، فلا يجوز له أن يصافحها سواء بحائل أو بغير حائل. ما صحت فيه أثر أو مدري يقول ما اسمها أي يحب أحدكم يضرب ميخط في رأسه خلي من مرافقة اسمها. هذا من أحاديث الوعيد، هو فيه مقا ضعيف، لكنه من أحاديث الوعيد الذي يحصل فيه التحذير. بارك الله فيك.